التعزيز ودعم هذه المهمة التجارية بين بلدينا الشقيقين. وأشكر كافة الأخوة في المملكة المغربية الشقيقة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، على جهودهم في التحضير لهذه الفعالية لتخرج إلينا بهذه الصورة المميزة. والشكر موصول أيضا للأخوة ممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال وأصحاب الشركات المغربية الحاضرين معنا اليوم كل باسمه ولقبه. تأتي هذه الاجتماعات بناء على علاقات دبلوماسية وسياسية تمتد لأكثر من 5 عقود بين بلدينا، والتي زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة خاصة مع توقيع عدة مذكرات تفاهم مهمة في مطلع هذا العام تمخضت عن دورة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية الثانية. ونأمل أن تكون هذه الاجتماعات فاتحة خير لمبادرات تجارية مشتركة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية بلدينا وتطلعات رواد أعمالنا. السيدات والسادة، شهد العام الماضي 2021 نموا ملحوظا في التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، من 330 مليون ريال قطري في عام 2017 إلى حوالي 754 مليون ريال قطري العام الماضي، أي بزيادة قدرها 130% من العام الذي يلي. كما عملنا في بنك قطر للتنمية منذ العام 2014 على تيسير دخول الشركات القطرية إلى السوق المغربي من خلال المشاركة في عدة معارض ومهمات تجارية امتدت حتى قبل جائحة كورونا. كما ارتفعت كذلك الصادرات القطرية للسوق المغربي من 165 مليون ريال قطري في العام 2017 إلى أكثر من نصف مليار ريال قطري في العام 2021. إلا أننا نتطلع للبناء على هذه النجاحات والانتقال بها إلى آفاق جديدة تحقق الأهداف التجارية لشركاتنا ورواد أعمالنا. الأخوة والأخوات، نعمل في بنك قطر للتنمية بصفتنا الجهة الوطنية المسؤولة عن تنمية القطاع الخاص على تعزيز مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وفتح آفاق جديدة مهمة أمامهم، سواء في الأسواق الإقليمية أو الدولية، والسوق المغربي هو أحد هذه الأسواق المهمة. ونتطلع لأن تكون هذه المنصة اليوم بداية مشاريع مستقبلية تعاونية لجميع المشاركين، وهو ما سينعكس إيجابياً على مساعي التنمية الاقتصادية في بلدينا. ختاماً، لا يسعني إلا أن أتمنى لجميع المشاركين التوفيق، ونتطلع سوياً لقطف ثمار هذه الاجتماعات في قادم الأشهر والسنوات. شاكراً الجميع على حرصهم في إنجاح هذه الاجتماعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.